أو ميدو، هل تعتقد بأنه فئة شبانية علينا بثورة حقيقية حتى نفكر في 2027 2028؟ لأنه مثلا أحسن مثال عمورة، يعني اللي خرج من البطولة الجزائرية وبرز بطريقة كبيرة. نعم، فئة شبانية تلزمها ثورة كبيرة ويلزم ثقة لهاد اللاعبين. أنا نعرف لاعبين مثلا الموسم الماضي سون سيتي دينو، كان واحد الجوار لعب مازال طونك سبور دوك قريب يلعب في تروازو، مازال يلعبوا سبور في جاسكا، لعب نيفات في لاليك دي شامبيون، دخل ماتش لايتي بيتر كاكا نايتسال لايتي بيتر الماتش اللي موراه تيتولار، ابري موراه 5 ماتش ماشي كونفوكي. كيفاش هاد الجوار يدي لا كونفيونس ويقدر يلعب؟ انا اليوم نلعب وغدوه نلعب ومن بعد 5 ماتش ديسباري دو لا سيركيلاسيون. كاين واحد اخر ثاني اخر بلحلو عندي واحد العامين وانا نسمع عليه بلي سي لي سبور دو فوتبول انترناسيونال. انترناسيونال مالي او 20 يلجو ميم با، اسكو في لا كاليتي اللي كاينه اليوم في وقتنا الراهن، اسكو هذاك لو جون انت ما راك تلعب على والو، اسكو بو با بروند لا شونس وترولونسي وتعطي له لا شونس باش يلعب باش يدي ثقه باش تبني عليه؟ 20 سنة كان في منتخب اقل من 20، كان في منتخب اقل من 20 16 سنه كان ديجا في ليكيب ناسيونال مع لي او 18 تما عامين رابح عامين في ليكيب سينيور يجو با على الو كولاجياسكا ما كانش تحقق نتائج حتى هذا الموسم اللي فوق يجو باسكو انت دوكا راه فيري فاز روتور بتاتك ما تلعب على والو. علاش اوليو دو شيرشي دغامني دوت دي جوار من نومن، علاش ما تمدلوش لا شونس يكمل يلعب في الروتور؟ مانيش نقول لك هنايا نفرض باش يلعب، باش ما نقولكش يعرفوا ما نعرفوش المدرب هو اللي يدير. خدم معايا باسكو كنت في ليكيب نعرفو صغير نشوف شويه لي كاتيجوري جون، مي بصح علاش انت علاش ما يديش لا شونس 5 10 مينوت ان كارت دو 20 مينوت من على عام كيما قال لك العام الجاي يزيد يدي بلوس العام اللي موراه بيتات تيتولار بارونتيير في ليكيب ويلعب وعنده لا كاليتي. دونك هاد لي جون جوار اللي كاين في لي غران كلوب الجيريان ما همش يبرزوا ما يلعبوش في الفريق الاول تلقى واحد في 10 سنين باسكو برون با لا كونفيونس. اليوم الجوار باش يلعب الثقه مهمه جدا، اللاعب اللي يلعب بالثقه كما يقول لك لي فوتبالور اقل من 21 سنه لاعب متميز يعاودوا يهبطوا يعاودوا يطلعوا يعاودوا يهبطوا لي فوتبالور ما يكره يكره ايوا لونغاج تاعهم يقول لك جوار اون كونفيونس يضربها بتيبيات تدخل باسكو لا لا كونفيونس. دونك جوار كيحس بالثقه تاع المدرب اوتون في لي كاتيجوري جون جون يلعب سينيور يبروغريسي وقتاش يديكوفري هذا حتى يلحق 25 اون باش يديكوفري واش معناتها ماتش تاع شامبيون سينيور. تفضل سي علي. في الجزائر في الجزائر سوا سوا لي سيليكسيون ناسيونال سوا سوا لي كلوب ما كاش اللي عنده ان بروغرام ا لون تيرم يا با دوبجيكتيف، ما كاش اللي يقول لك عندي دي زوبجيكتيف فو. نعطيك مثال في لي كلوب بار اكزومبل، يا هل ترى انت وهذه كان هاد الشركات هادوما لازم راهم كالكو بار ملاح لانهم يعاونوا فينونسيارمون يعاونوا في كل شيء، ولكن كالكو بار ما همش يرونديو سيرفيس للكلوب لان ما يطراسيوش دي زوبجيكتيف لمويان لانتر. نعطي لك خذ لي كلوب اللي عندهم شركه شحال كاين 6 ولا 7 8 الان اضرب عليهم في 8، انا ما نعرفش لي جوار انا اضرب عليهم في 8 وري لي شاك كلوب عنده مينيموم نقولوا 6 من لي جون ديالو طلعوا صافي دي زاني وما يخدموها وري لي ما كاش حتى واحد كاش. اسكو سا سي نورمال؟ كي نقول لك يا با دوبجيكتيف نورمالمون نو. قال انا شركه خويا راني نمد لكم طون دو مليار طلعوا لي انايا نصرف اموال نلحق الوقت وين لازم لي هاد لي جون لاني نصرف عليهم لازم من هادو ما نصيب برسك ماجوريتي دي سي 5 اون ميتال نحب نصيب هنايا 6 لاعبين هما اللي مشيو لوساتور تكون هنايا فهمتي باش تنقص لي لا ماس سالاريال ونقدر نبيع نو تنقص لي ديجا لا ماس سالاريال وانا ما نبيتش في لوتيل ما نبيتش في هادي ما نبيتش بوكو تشوز اي اون ميم طون ميم في لو سالير لكدا ينقص لي انا فورميتك فهمتي. وكيما قلت تنجم بعد بلا سويت تولي تبيع ما كاش شاك كلوب كاع لي جوار جايين مرا صد لاجيروا ام جايين من الشرق ومن الغرب تاع الغرب والشرق جايينهم من لاجيروا ومن الصحراء ومن القبائل ومش عارف وين سي دو سويت اسكو صا هذا انا توري لك بلي الفوضى بارتو. ما سمعناش معاذ، نسمع معاذ نعاود نولي لك لانه عندي سؤال راني محضره لك في هذا الاطار. لما تقول لي هذا الامر البعض يقول لك كاين فرق هذا السؤال موجه لعلي بن شيخ، انت تكلم لي على الفئه الشبانيه نعطيه باش يفكر فيه لانه البعض يقول لك بعض الفرق ريال مدريد ولا برشلونه ولا فرق كبيره حتى في مارسيليا ما عدا فلاميني والنصري الفريق تاع مارسيليا ما يكونش، يقول لك هذو الفرق الكبيره حتى وتصرف اموال على لي كاتيجوري جان ما تكونش
تخليش وتجيب لاعبين، لانه انت لازم لك تلعب على البطوله. فريق شباب بلوز داد مولوديه الجزائر، اتحاد العاصمه، ويفاق سطيف، مولوديه وهران، هذه الفرق شباب قسنطينه من المفروض تجيب لي ميور، تصرف على لاعبين مثل ما يحدث في اغلب النوادي. اعطيني كلمه على الفئه الشبانيه وشكون نتكلموا، رايك ثم نعاود نولي لعلي. والله رضوان موضوع طويل شائك جدا ومتشعب. لماذا؟ لانه مرتبط ارتباط شديد بالاحتراف. يتكلم عليه يقول على الشركات. اليوم انت الشركات والمسيرين اللي راهم في الشركات، ما الهدف من وضع هذه الشركات اليوم في هذه الأندية؟ لماذا؟ كيف؟ ما هي السياسة المنتهجة؟ لأنه هذه تمشي مع سياسة التكوين في مختلف الأندية. ثانيا، أنت اليوم الاتحادية وفي حديثها في بداية قالت أنا ما نكونش، قالت سأرافق الأندية باش تكون. أنا أنتظر وأستبشر خيرا. لماذا؟ لأنه راح نرافق، لأنك لما ترافق راح تفرض على هذه الأندية أنها تكون. واليوم لما تروح الأندية، لماذا قلت لك أنا متعلقة بالاحتراف فيما معناه؟ لماذا؟ لأنه رؤساء فرق في هذه الشركات اليوم يقول لك أنا عندي فترة قصيرة في هذا الفريق، وهو وأنا مطالب بالنتائج، وأنا مطالب بالنتائج، وما عندوش مشروع. والعامل اللي راح يكون يعزلوا فئة الأكابر على الفئات الشبانية، وعلى من الرديف إلى مختلف الفئات الشبانية. تصور أنت اليوم لما تكون عندك نقص مثلا في اللاعبين، استخدمت في بداية الموسم لاعبين ركائز، وبعد ذلك في الميركاتو الشتوي يقول لك ما تقدرش توجد لاعبين جاهزين. إذا وإحنا نعرفه ونقر بذلك، أنا عندي جوار تيتولار ما نمدهولكش، لماذا إحنا في كل مرة نبحثوا على اللاعبين نلقاو الحل في اللاعبين البطالين؟ نجيبوا لاعبين بطالين ومتقدمين في السن المختلفة، هذه الأندية اللي عندها شركات وتضخ أموال كبيرة، وما تروحش تبحث في الفئات الشبانية. ربما عندي أنا واحد في وسط الميدان يكون حل، كما قاعد يتكلم أناكسيال يكون إن سوليسيون اليوم في الإيكيب، واحد ميليو تيرا يكون إن سوليسيون، واحد في الهجوم يكون حل من الحلول. عندك حلول داخلية ولكن تستغلهم. هذه تبين لك أنه ما كاش سياسة وما كاش استراتيجية وما كاش كذلك تنسيق بين من ومن، بين المدرب تاع الفريق الأول اليوم، الفريق الأول والفئات الشبانية والمدير الفني. وتصور كذلك أنا حضرت في بداية الموسم عملية انتقاء بعض اللاعبين، ونحترم احتراماتي لهذه الأندية بين قوسين لأنها عندها شركات، عندها أموال، عندها أموال، لأنه كاين اليوم فوارق وكاين طبقية بين الأندية اللي ما عندها الشركات، تقدرش أنت تطالب منها أنها تكون وتوضع الإمكانيات للاعبين الشبان، لأنه السياسة المنتهجة في الأندية ما هيش كلها ولكن اللي عندها شركات نشبهها أنا بكولوني دي فاكونس، إلا أحيانا لاعب لاعبين ثلاث لاعبين أربع لاعبين ليصنعوا الاستثناء. أنا حضرت عملية انتقاء لاعبين في الأندية اللي عندها شركات، مدير الدي تي اس اللي راهو في الفريق يسمحوا باش يكونوا 100-200 لاعب، يطمعوا اللاعبين وبعد ذلك يختاروا واحد تنين من هذوك اللاعبين. اذا لماذا انا هذوك اللي وظفتهم باش يديروا لي لا بروسبكسيون كما كان يتكلم عرفات؟ انا اليوم انا ما نفتحش تجارب ال 200 و 300، انا عندي سياسه وانا عندي اون بوليتيك باش ندير لا فورماسيون، ماشي نفتح ونطمع اللاعبين وبعدها اللي ميريتيو في هذاك الانتقاء ما ينتقيوهمش ويدوا لاعبين اللي زايدين في لو بوا. واضح. خلينا نروح لفاصل اشهاري اخر وسنعود للحديث حول هذا الموضوع الشائك كما قلت. لماذا الفرق الكبيرة تبحث عن اللاعبين الشبان؟ لأنه البعض يقول لك الفرق الكبيرة واللي تلعب الأدوار الأولى تجلب أحسن العناصر ولا يمكنها أن تعتمد على الشبان تاعها. كل هذا وبعدها سنتطرق لنصف نهائي الكأس الإفريقية الكان ولقاء كل من نيجيريا جنوب إفريقيا غدا بداية من الساعة 6 مساء، وكوت ديفوار البلد المنظم أمام الكونغو الديمقراطية على الساعة 9 ليلا. فاصل ونعود.